أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الفاتح الأمين، نبي الخاتم الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من مضيفة مولانا إسماعيل صادق العدوي، نفعنا الله بحبه وبعلمه في الدارين. ونحن نواصل مجالسنا في قراءة كتاب غاية الوصول، شرح لب الأصول، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، نفعنا الله بحبه وبعلمه في الدارين، اللهم آمين. كنا قد توقفنا في آخر لقاء بحضراتكم عند صفحة 40 من النسخة الكبيرة، عند المسألة التي تبدأ بقول المصنف: مسألة من الألطاف. في هذه المسألة يبدأ المصنف رحمه الله في باب اللغات، هيبدأ الحديث عن باب اللغات وما يتعلق بها من مباحث. فيقول المصنف نفعنا الله بعلومه في الدارين، اللهم آمين، قال: مسألة من الألطاف، جمع لطف بمعنى ملطوف، أي من الأمور الملطوف بها بالناس بها، أي من الأمور الملطوف بالناس بها، حدوث الموضوعات اللغوية، حدوث الموضوعات اللغوية بإحداث الله تعالى، وإن قيل واضعها غيره من العباد، لأنه الخالق لأفعالهم. وفائدتها أن يعبر كل أحد من الناس عما في نفسه مما يحتاجه لغيره ليعاونه عليه لعدم استقلاله به. الشيخ بيقول إيه؟ بيقول هنتكلم في باب اللغات. فبدأ يقول: يا جماعة، اللغات دي، اللغة التي يعبر بها الإنسان عما في نفس، اللغة عبارة عن إيه؟ كلمات تدل عما في نفس الإنسان، زي ما كان سيدنا الإمام علي بيقول: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد إيه؟ دليلا. فاللسان يعبر عما في نفس الإنسان. بيقول بقى إيه؟ كونك عندك القدرة أن تعبر عما في نفسك، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بك. من الألطاف، أي من لطف الله بعباده، أن خلق لهم ما يعبرون به عما في نفوسه. أو من الألطاف أن أقدر الله بعض عباده على وضع كلمات يعبرون بها عما في نفوسه. طب أنا محتاج ليه التعبير عما في نفسي؟ قال: لأن الإنسان في هذه الحياة يستعين بغيره لكي يساعده أو يقوم له ببعض الأمور التي لا يستقل بها بنفسه، فكيف يطلب من غيره أن يساعده؟ لابد من أن يعبر بكلمات. هذه الكلمات هي التي بها يستعين الإنسان بغيره. أقول له: لو سمحت أنا عاوزك تعمل معي كذا، لو سمحت أنا عايزك تجيب لي كذا، لو سمحت أريد منك كذا. هذه الكلمات تعبر عما في النفس من الاحتياج إلى الغير. لولا وجود هذه الكلمات كيف أعبر بها؟ كيف أعبر عما في نفسي؟ كيف أشعره باحتياجي إليه؟ هذا لطف من الله أن واحد خلق القدرة على هذا التعبير، أو أعطى بعض خلقه القدرة على هذا الخلق. إيه الفرق بين الاثنين؟ هما بالشيخ بيقول إن اللغة ديت اللي احنا بنتكلم بيها، هيأتي مسألة معنا بعد قليل، هي من الله سبحانه وتعالى، توقيف من الله، ربنا اللي علمنا، ولا هذا اصطلاح من بعض البشر؟ هي توقيفية ولا اصطلاحية؟ اصطلاحية يعني احنا البشر قعدنا مع بعض فسمينا هذا باسم اتفقنا عليه، سمينا هذا باسم اتفقنا عليه، وإن خالف غيرنا فيه يبقى ده اصطلاح وضعه الناس للتعاون فيما بينهم، ولا ده ربنا اللي خلق الكلمات وأجراها على ألسنة؟ فسواء سميناها توقيفية خلقها الله على ألسنة العباد، أو اصطلاحية أحدثها الله لبعض الناس قدرة على ذلك، فهي لطف من الله سبحانه وتعالى، لأننا نحتاج إلى هذه الخدمة لكي نعبر عما في نفوسنا. فيقول رحمه الله: من الألطاف، أي من الأمور التي من الأمور الملطوف بالناس به، يعني أمور فعلها الله سبحانه وتعالى لطفا بخلقه. إيه هي؟ قال: حدوث الموضوعات اللغوية بإحداث الله تعالى.
حدوث يعني إيجاد ألفاظ لغوية وضعها الله سبحانه وتعالى للدلالة على معنى بإحداث الله تعالى به. قال وإن قيل حتى لو قيل واضعها غيره من العباد. حتى ولو قيل على الرأي الثاني يعني إن واضع اللغة هما العباد اصطلاحا فيما بينهم، على هذا الرأي أيضا هي لطف من الله سبحانه وتعالى. طب ليه؟ قال لأنه الخالق لأفعالهم، لمسألة خلق أفعال العباد. هل العبد يوجد أفعاله ولا الله خلقنا وخلق أفعالنا؟ خلاف. هو الشيخ هنا بيقول لأنه الخالق لأفعالهم، يبقى بيرجح أن الله هو الخالق لنا هو الخالق لأفعالهم. فائدة وجود هذه الكلمات، فائدة وجود مصطلحات، فائدة وجود ألفاظ، قال وفائدتها أن يعبر كل أحد من الناس عما في نفسه. تضلع اللي في نفسك تعبر عنه بألفاظ، وإلا لو إن ما فيش قدرة على الكلام عفانا الله وإياكم الأخرس، كيف يعبر عما في نفسه؟ الكلام أدل، الكلام أفيد، الكلام يوصل المعلومة مباشرة. وفائدتها أن يعبر كل أحد من الناس عما في نفسه مما يحتاج لغيره ليعاونه عليه لعدم استقلاله به، خاصة لو كان محتاجا لغيره لكي يساعده في أمر لا يستقل به، يبقى محتاج يقول له لو سمحت أنا أريد منك كذا. هذه القدرة على طلب المساعدة لطف من الله سبحانه وتعالى بخلق. هذه واحدة. طب ما في وسائل أخرى، خلينا نقول الأخرس كيف يعبر؟ بالإشارة. كيف يعبر؟ بالرسم، بالمثال، يدي إشكال، يعمل علامة كده نفهم منها مراده، أقول له مثلا يعمل له كده يفهم أنه عاوز حاجة، أو يعمل كده يفهم أنه عاوز حاجة. إشارة ومثال، ما هذه وسيلة من وسائل التعبير، فما الحاجة إلى القول؟ قال الشيخ رحمه الله وهي أي اللغات يعني في الدلالة على ما في النفس أفيد من الإشارة والمثال. المثال هو الشكل، ساعات تعمل له رسمة كده يفهم منها المطلوب. الإشارة أو الرسم يوصلك للمطلوب، لكن أكثر فائدة منه التعبير بالكلمات. قال وهي في الدلالة على ما في النفس أفيد من الإشارة والمثال أي الشكل. لماذا؟ قال لأنها تعم الموجود والمعدوم، وهما يخصان أي مخصوصان بالموجود المحسوس. أنا لما بدي إشارة، الإشارة دي معناها أن في شيء أنت شايفه قدامك، شيء حسي هيديك علم. لما أدي مثال أرسم رسمة، يبقى حاجة محسوسة قدامك هتشوفها. فالتعبير بالإشارة أو بالرسم تعبير بمحسوس موجود أنت شايفه وحسه بحاسة البصر. طيب أما القول فيعبر عن أشياء موجودة أو أشياء غير موجودة. الغير موجود الغير مرئي ممكن نعبر عنه بالكلمات، نصف الشيطان، نصف حاجة مش موجودة معنا، ده معدوم بالنسبة لنا الآن. فالكلمات تعبر عن الموجودات اللي قدامنا وتعبر عن المعدومات، بينما الإشارة أو الرسم لا يفيد إلا بيان الموجود المحسوس فقط، فهي أفيد وأعم، لذلك كانت فائدتها أكثر. يقول الشيخ خلاص بعد ما عرفنا أن وجود اللغة ده لطف من الله سبحانه وتعالى، وأنها أفيد من الإشارة ومن المثال، بيبدأ بقى يعرفها إيه هي اللغة دي، إيه هي الموضوع بتاعنا. قال هي ألفاظ دالة على معان. اللغة لفظ بيدل على معنى، لفظ موضوع للدلالة على معنى، بس اللفظ ده قال هي ألفاظ ولو، عندكم مكتوبة إيه؟ مقدرة؟ لا، هي ولو مفردة. ألفاظ ولو مفردة أو مركبة ولو تركيبا إسناديا. يعني اللغة دي فيها الألفاظ المفردة زي زيد، زي إبراهيم، لفظ يدل على معنى، وقد يكون لفظ مركب، قام زيد، حضر علي. اللفظ المركب بيفيد معنى واللفظ المفرد بيفيد معنى، فهو لفظ دال على معنى سواء كان هذا اللفظ مفردا أو كان مركبا. طيب قال وهي ألفاظ ولو مفردة أو مركبة ولو تركيبا إسناديا دالة على معان. ألفاظ دالة على معان. طيب
يقول لي خرج بالألفاظ، لما قلنا هي ألفاظ خرج بها إيه؟ قال خرج بها الدوال الأربع. الدوال الأربع اللي هي إيه؟ قال الخطوط، وهي الخطوط والعقود والإشارات والنصب وما بعدها وبما بعدها الألفاظ المهملة. إيه الجملة دي معناها إيه؟ العلماء لما كنا بنتكلم في باب في تعريف الدلالات، قال الدلالات إما أن تكون دلالة عقلية، يعني يفهم بالعقل، مثلا زي وجود النار، الدخان علامة على وجود النار. لما بقول لك ما فيش دخان من غير نار، إذا وجد دخان العقل بيربط بين وجود الدخان وبين وجود مصدر لهذا الدخان هو النار. أو دلالة طبيعية، دلالة طبيعية زي مثلا احمرار في الخد دلالة على الخجل، كحة صادرة عن الإنسان دلالة على المرض، دي اسمها دلالة طبيعية. وقد تكون دلالة فعلية، دلالة بالأفعال. الدلالة بالفعل بقى اللي هي إنه أحد أنواع الدلالات دي بتأتي بأربع صور، إما عن طريق الخطوط إنه يعمل خط يرسم يعني، أو عن طريق الإشارات، إنه الخطوط تعرف الرسومات الهندسية، يعمل رسم هندسية كده، ده رسم بالخط ويفيد معنى، يقول لك ده رسم كروكي للبيت، ده رسم كروكي للمسجد، ده رسم كروكي بالرسم اداني معنى، دل على معنى. وقد تكون هذه الدلالة بالإشارة، بالإشارة زي مثلا تشاور برأسك، تشاور بعينك، تشاور بيدك، واحد دخل بيكلم فأنا بعمل له كده، دي معناها إيه؟ اجلس. أعمل له كده معناها أسكت، أعمل له كده معناها النصف، أعمل له كده معناها الشاي، فهي إشارة بس بيفهم منها معنى. أو حد عاوز ينصرف فبيستأذن فأنا بعمل له كده، دي معناها إيه؟ موافق. مثلا إدالة الحركة بالرأس أو بالعين أو باليد أو بإشارات ويفهم منها معاني، بس مش ألفاظ، مش ألفاظ، لكن هي دلالات بالفعل، إما عن طريق الخط إما عن طريق الإشارة. بيقولوا قد تكون بالنصب، لو النصب دي معناها أن توضع علامات على الطرق تدلنا عليها. في بعض المستشفيات يضع علامة مثلا على الأرض كده من الباب، من باب المستشفى وانت داخل، يضع ثلاثة خطوط، خط أحمر، خط أخضر، خط أزرق، وكل خط له دلالة. الطوارئ يعني إن جاءت حادثة في طوارئ يبقى الأحمر، ما تسأل شيء امشي على الأحمر تصل إلى غرفة الطوارئ. الأخضر ده باب العناية المركزة، ما تسأل ده أنك ماشي مع الخط الأخضر ستصل إلى العناية المركزة. الأزرق دي العيادات الخارجية، ما تسأل أنت تريد عيادة خارجية امشي على الأزرق. وضع علامات، صنع علامات، نصب علامات تدل على معان. حتى في مثلا عندنا في منى وعرفات في الحج، في حدود عرفة يضع علامات ان ما بعد الخط، ما بعد العلامة خارج حدود عرفة، ما قبلها في داخل حدود عرفة. فالعالم بدل ما يقف بقى ويقول لك ايه لا تخرج من هنا، ده ادخل، ما يتكلم، مجرد وجود العلامة خلاص يبقى هي دالة على المعنى المقصود. العقود، انت عارف لما واحد يقعد يعد على ايديه كده، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لك ايه؟ الشهر هكذا هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعمل بالحساب، يعمل حركات 2 و2 4 3 و1، العقد اللي هو ان يدي عمليه حسابيه عن طريق الايدي. طب ما دي افعال، دي ايه؟ مش اشاره، مش اشاره، هو بيعد على ايده. انت عارفين لما التسابيح بتاعت الصلاه بنعدها على ايه؟ على العقد بتاعت الاصابع بالعقل كده تقعد تعدها. طب ما دي معاني، حركات لها معاني مفيده لمعاني وليست الفاظ. فبيقول لي خرج بالالفاظ الدوال الاربع، اي الدلالات الاربع الفعليه، دوال من الدلالات الاربع اي الاربع انواع، بس دي كلها فعليه وليست لفظيه. بيقول لك الخطوط كالعقود الاشارات النصب اللي هم الاربع انواع اللي احنا شرحناهم دلوقتي. قال وبما بعدها، كلمه داله على معنى، الدلالات اجمالا بس، الدلالات اجمالا اما ان تكون طبيعيه او عقليه او وضعيه، وضعيه لا ما هو طبيعيه وعقليه ووضعيه. الوضعيه دي اما الفاظ واما افعال، دلالات لفظيه وضع لفظ للدلاله على معنى،
أو وضع فعلا اتفق الناس على أن هذا الفعل يدل على هذا المعنى. القسم اللي احنا فيه داخل ضمن الدلالات الوضعية، بس الوضعية إما لفظ وإما فعل. هو الآن بيتكلم عن الدلالة اللفظية الوضعية اللفظية، فعشان يعرفها لازم يحط لفظ. هي إيه؟ ألفاظ، يبقى مش أفعال، يبقى ما كان من قبيل الفعل خرج. كم نوع من قبيل الفعل؟ الدلالات الأربع: الخطوط، العقود، النصب، الإشارات، دي خرجت من التعريف. طيب قال لي ألفاظ دالة على معاني. كلمة دالة على معاني معناه أن في ألفاظ قد لا تدل على معاني، فبيقول لي وبما بعدها خرج الألفاظ المهملة. اللفظ المهمل عند جمهور العلماء هو اللفظ الذي لا معنى له، لا معنى له، أو لفظ لا يفيد معنى. فإذا كان اللفظ مفيدا لمعنى سمي اللفظ المستعمل. يبقى اللفظ عندي إما مستعمل وإما مهمل. المهمل ما لا معنى له، المستعمل ما له إيه؟ ما له معنى. طيب السؤال بقى، كيف أعرف معاني الألفاظ؟ يعني هل بالعقل كده ممكن نصل إلى معاني هذه الألفاظ؟ ولا لابد حد يقول لي الكلمة دي معناها كذا؟ قال وإنما تعرف بالنقل. يبقى واحد، كيف أعرف معاني هذه الألفاظ؟ اللغة هي ألفاظ لها دالة على معنى، كيف أعرف المعنى؟ قال واحد وإنما تعرف بالنقل. طب بس النقل ده نوعين، النقل اللي هو حكاية الكلام، إما أن ينقل بالتواتر وإما أن ينقل بالآحاد، فهل اللغة تنقل بهذه الوسائل أيضا؟ قال وإنما تعرف بالنقل تواترا كالسماء، الأرض، الحر، البرد، لمعانيها المعروفة. كلمة سماء لفظ، أرض، حر، برد، ألفاظ، بس كل واحد من الألفاظ الأربعة دي له معنى. كلمة سماء معناها إيه؟ المرتفع. كلمة أرض معناها المنخفض. كلمة حر معناها النفرة من شدة الحر أو العرق والتعرق. كلمة البرد لها معاني عند الناس. كيف عرف الناس هذه المعاني؟ بالنقل فيما بينهم تواترا. لما تيجي تتعرف أطفالك تقول له السماء هي اللي فوق، الأرض هي اللي تحت، أنت بتقول وهذا بيقول وهذا بيقول، نقلت معاني هذه الألفاظ إيه؟ تواترا. وقد تنقل أحادا، بيقول أو أحادا كالقرء للحيض وللطهر، اللي هي الألفاظ التي لها أكثر من معنى مشترك بينها. هذه الألفاظ لو كان لها معنى واحد متفق عليه ما اختلف العلماء في فهمه، لكن لما اختلفوا كان معناه أن هذا اللفظ قرء عند العرب له أكثر من معنى ولم يتفقوا عليه. بعضهم يحكي أن لفظ القرء هو الطهر، بعضهم يحكي أن لفظ القرء هو الحيض، فنقل إلينا لكن بطريقة آحادية مختلف فيه، لكن له معنى، له معنى بس مختلف فيه، هو ده ولا ده. فعرفنا اللغة بطريق النقل إما أحدا وإما. طيب هل للعقل مدخل في معرفة اللغة؟ قال الشيخ رحمه الله وباستنباط العقل منه، أي من النقل. وباستنباط العقل منه أي من إيه؟ يبقى اللغة تعرف إما بالنقل تواترا أو آحادا، أو بالاستنباط من النقل، بمعنى أن العقل والنقل يفيدان هذا المعنى. طب اديني مثال إزاي العقل والنقل ممكن يدوني معنى. قال نحو الجمع المعرف باللام، الجمع المعرف باللام زي المطلقات، المسلمات، المؤمنات، جمع معرب بالالف واللام، ده ماله؟ قال عام، ده يفيد العموم. جبناها منين؟ من اين استفدنا العموم؟ العموم معناه لفظ يشمل جميع افراده بوضع واحد. فلما اقول المسلمات كل المسلمات، المؤمنات كل المؤمنات، من اين جاء كل المؤمنات بقى؟ العموم ده من اين؟ قال فان العقل يستنبط مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه بأن يضم إليه، وكل ما صح فإن العقل يستنبط مما نقل أن هذا الجمع يصح الاستثناء منه بأن يضم إليه، يعني نحط الاستثناء مع الصيغة العامة. والقاعدة
كل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول يا جماعة احنا عندنا الفاظ نقلت في القرآن في اللغة جموع معرفة، الرجال، الطلاب، المسلمون، المؤمنون، المسلمات، المؤمنات، القانتات، الفاظ جموع نقلت. العالم بيقول ايه؟ هو بيستخدم ده النقل، الفاظ نقلت لها معاني، هذا المعنى افراد تنطوي تحتهم، بس الالفاظ الافراد دي كل الافراد، العموم ده كل العموم. قال تعالى نشوف ازاي تعرف انها شامله لكل الافراد. العالم بيقول لك طب اعمل استثناء، ان صح الاستثناء مع اللفظ ان دخل الاستثناء عليه كان هذا دليلا على ان اللفظ عام. فنقول مثلا حضر جميع الطلاب او حضر الطلاب جمع معرب بالالف واللام الا ابراهيم، هل يصح هذا الاسلوب في لغه العرب ان نحكم بحكم عام ثم نستثني منه بعض الافراد؟ اسلوب صحيح. قال كل ما صح الاستثناء منه وخاصة إن كانت أفراده كثيرة لا حصر فيها يكون دليلا على أن هذا اللفظ لفظ عام. ندخل مثلا من القرآن الكريم قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان اسم جمع معرب بالألف واللام، فهو يفيد العموم. عرفت منين العموم؟ ده نقل ربنا. الإنسان تحته كم فرد؟ كل إنسان من آدم إلى يوم القيامة ماله الحكم لفي خسر، يبقى ربنا حكم على كل إنسان بأنه في حالة إيه؟ خسران. طيب هذا حكم عام يشمل جميع أفراد الإنسانية؟ نعم. الدليل حط الاستثناء، هل يصح دخول الاستثناء؟ قال الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال لا، صح دخول الاستثناء فأخرج بعض الأفراد، طب والباقي يشملهم الحكم السابق. قال إذا دخل الاستثناء على لفظ، إذا صح دخول الاستثناء على لفظ تحته أفراد غير محصورة كان ذلك الاستثناء دليلا على العموم. حتى العلماء رحوا عطينها قاعدة كده لك الاستثناء دليل العموم، وساعات يقولوا الاستثناء معيار العموم، معيار العموم. هو من ألفاظ العموم الاستثناء. لا الاستثناء ده مخصص للعموم مش ألفاظ عموم. لا لا لا، ألفاظ العموم، ألفاظ العموم اللي هي صيغ العموم اللي هي منها كل وجميع واو، دي صيغ عموم. طيب ايه الاستثناء ده؟ ده أداة من أدوات، أداة من أدوات تخصيص العموم. عندنا المخصصات لللفظ العام إما أن تكون مخصصات متصلة وإما أن تكون مخصصات منفصلة. المتصلة اللي هي معها في نفس اللفظ اللي هو الاستثناء منها واحد من أربعة، فالاستثناء ده بيديني إشارة اللي هو حسب الجملة اللي معي إشارة عقلية أن هذا اللفظ السابق عليه كان عاما، فهو بيخرج لي بعض الأفراد ويبقى البعض الآخر موجود على الحكم العام كما هو. طيب لحد دلوقتي كان طريق معرفة اللغة النقل تواترا وآحادا والعقل المستنبط من النقل، يعني العقل مع النقل، نقل مستقل أو عقل مع نقل. طب والعقل لوحده مجرد كده ممكن يثبت لغة؟ قال فعلم أنها لا تعرف بمجرد العقل إذ لا مجال له في ذلك. العقول لا قدرة لها على معرفة معاني الألفاظ بمجرد العقل كده. تقدر تقول كلمة هلوع معناها ايه؟ بمعنى الفزع ولا بمعنى البخل ولا بالاثنين مع بعض؟ بالعقل تقدر توصل للمعنى ده؟ لك العقول لا مجال لها في معرفة معاني اللغات، لابد من نقل يعني حكاية قول تواترا واحدا أو دخول العقل في فهم النقل، لكن عقل مجرد لا مدخل له في اللغة. طيب خلاص عرفنا يعني إيه لغة وكيف نعرفها. هيجي بقى يقول لي خلي بالك أقسام المعنى اللي أنت بتستفيده من اللفظ بقى. أنا بيقول لي ألفاظ دالة على معاني. قال مدلول اللفظ المعنى المستفاد من اللفظ إما معنى جزئي، المدلول بتاعه اللي هو الدلالة بتاعته
يعني الكلمة لها معنى، لها دلالة. قال: مدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي، لأنه المنع تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد فجزئي، وإن لم يمنع منها كمدلول إنسان فكلي. طيب يعني إيه؟ بيقول المدلول بتاع الكلمة في لغة العرب إما أن يكون معنى مستفاد أو لفظ مستفاد. طيب لو معنى مستفاد، المعاني دي المعاني جزئية ولا معاني كلية؟ الأفراد اللي تحتها يعني. قال شوف كده، بص في ذهنك، هل اللفظ ده تصورك له، مجرد حصول صورته في الذهن، تصورك لهذا اللفظ يعني وجود أفراد مشتركة فيه ولا لا؟ إن كان تصوره يمنع من الشركة يعني أفراد كثيرة في هذا اللفظ، يبقى هذا معنى جزئي. أما إن كان تصوره لا يمتنع فيه وجود أفراد كثيرة فيه، لا يمنع الشركة، يعني ممكن نتصور أنه يشترك في هذا المعنى أفراد أخرى، يبقى هو معنى كلي. طب اديني مثال. سمالي علم زي محمد، زيد، عمرو، إبراهيم، متصوري لمعنى كلمة زيد علم على شخص، كم واحد بقى الشخص ده؟ هو شخص واحد، هو زيد واحد شخص، كلمة زيد هو الشخص ده، كلمة إبراهيم هو الشخص ده. قال يبقى هذا معنى أو لفظ دل على معنى جزئي. ليه جزئي؟ لأن عقلك لا يتصور المشاركة في هذا الشخص، الشخص ده هو واحد بس الذي سمي بهذا الاسم. طب كلمة إنسان، التصوري لكلمة إنسان اللي هو حيوان ناطق أو حيوان مفكر، تصوري لهذا الإنسان لا يمنع الشركة فيه. يعني إيه؟ يعني قد يوجد أفراد كثيرة تسمى تصف بهذا الوصف، فالإنسانية معنى كلي يشمل أفراد كثير، فما منع العقل التصور في العقل من الاشتراك فيه يسمى جزئي، ما لم يمنع العقل من الاشتراك فيه يسمى كلي. قال نعم. كلمة زيد هما في اشتراك لبعض الناس يعني. لا، الأسماء غير الأشخاص. الاسم نفسه على شخص واحد بس، يعني الشخص ده اسمه زيد. هذا الشخص بهذا الاسم كم واحد؟ واحد. هذا الشخص بهذا الاسم، لكن زيد آخر ده واحد تاني. لكن كلمة إنسان كل دول مشتركين في هذا الوصف، كل دول اسمهم إنسان، لكن كل دول اسمهم زيد، ده بنفس الشخص اللي هو التشخيص، الصورة المشخصة في الذهن، مش هيشترك فيه أحد. استحضارك لصورة زيد يمنع نفس الشركة فيه. لما تستحضر صورة زيد، من هو الشخص المسمى بعبد السلام؟ هو الشخص اللي الصورة دي حصلت في الذهن، لن يشترك أحد في الصورة دي بهذا الاسم، صورة واحدة لشخص واحد. أما أساتذة جامعة الأزهر، دكتور في جامعة الأزهر، تخيلك لدكتور في جامعة الأزهر يشترك فيه كثيرين، كلفظ كلي يشترك يندك تحته كثيرين. قال: ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي، لأنه إن منع تصوره من الشركة فيه كمدلول زيد فجزئي، وإن لم يمنع منها كمدلول الإنسان فكلي. طيب ده إن كان معنى. قال: وإما لفظ، يعني ممكن يبقى المدلول بتاعه لفظ، أو لفظ مفرد إما مستعمل كمدلول الكلمة بمعنى ما صدقها كرجل وضرب وهل، أو مهمل كمدلول أسماء حروف الهجاء كحروف جلسة اللي هي الجيم اللام السين. مدلول اللفظ بيقول: أو لفظ مفرد إما مستعمل أو مهمل كمدلول الكلمة بمعنى ما يصدق عليه الكلمة كرجل وضرب وهل. كرجل اسم، وضرب فعل، وهل حرف مش ضرب، ضرب. هو عايز يقول إن الكلمات يعني بأقسامها من أسماء وأفعال وحروف لها معاني، فما يصدق عليه المعنى من أسماء أو أفعال أو حروف لها دلالات اسمها ألفاظ مستعملة، ده مدلول للكلمة. طيب إن كانت الألفاظ دي مهملة، يعني حروف لا معاني لها لمستقلة، أنا ممكن أجيب الحروف أكون منها كلمة تعطيني معنى،
زي جلسة لها معنى وهو القعود بعد القيام مثلا أو بعض الاتجاع. طب لو فكنا حروف الكلمة صار كل حرف مع ذاته لو نظرت إليه لا معنى له. فالجيم لوحدها كده ما معناها؟ اللام ما معناها؟ السين ما معناها؟ هي حروف، مع أن كلمة هل حرف لكن تفيد معنى من ضمامها إلى غيره، هي تفيد معنى الاستفهام. طب والجيم تفيد معنى إيه؟ ده حرف لكن لا يفهم لا معنى له. طيب ده لو كانت ألفاظا مفردة سواء كانت مستعملة أو غير مستعملة، أو قال أو لفظ مركب إما مستعمل كمدلول لفظ الخبر أي ما يصدق عليه الخبر يعني كقام زيد، أو مهمل كمدلول لفظ الهزيان، وسيأتي ذلك في مبحث الأخبار مع زيادة. الشيخ بيديني إشارة يعني الكلام ده هنخده بالتفصيل قدام شوي، بس بيقول إن أحيانا تبقى الألفاظ اللي أنت بتستخدمها جمل مركبة ما يبقاش كلمة واحدة، يعني لأن لما بيقول لي قام زيد ده مركب من فعل واسم جملة خبرية بتفيد إيه؟ تفيد معنى. ما هو المعنى؟ قيام زيد، فأنا استفدت معنى من هذه الجملة المركبة. طيب طب لو الجملة دي مركبة من ألفاظ لا معنى لها، أو زي كلمة هزيان، هزيان معناه إيه؟ كلام يخرج لا معنى له، كلام غير مفيد لمعنى، يبقى هو تكلم بكلام مش بلفظ، بكلام ولا معنى له. هو الشيخ يعني بيبينها كمقدمة وسيحن وأحلنا عليها في مسائل إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ما خلص تقسيم اللفظ إلى مركب ومفرد وهو لسه يتكلم عنها بالتفصيل، بدأ ينتقل لجزئية تانية خالص بيقول فيها إيه؟ بيقول والوضع الشامل للعرفي واللغوي والشرعي، بيكلم عن معنى كلمة وضع. احنا بنقول إيه؟ وضع اللفظ لمعنى. إيه معنى كلمة وضع؟ قال الكلمة وضع أعم من أن تكون وضع لغوي أو وضع شرعي أو وضع عرفي، لأن هناك من الأوضاع ما يكون أوضاع لغوية يجعلها علماء اللغة، أو أوضاع عرفية الناس هم نفسهم اللي بيستخدموها، أو أوضاع شرعية الشرع هو نفسه اللي استخدمها. بيقول كلمة وضع معناها الحقيقي أيا كان مصدرها جعل اللفظ دليل المعنى، جعل اللفظ دليل المعنى، فيفهمه منه العارف لوضعه له، وإن لم يناسبه في الأصح. جعل اللفظ دليل المعنى فيفهمه منه العارف لوضعه له، يعني إيه؟ يعني هنجيب لفظ نحطه لمعنى من المعاني بحيث من كان من أهل طائفة هذا الوضع يفهم هذا المعنى من هذا اللفظ. طب ديني مثال نفهم، كلمة صلاة إيه معناها عندنا إحنا في أهل الفقه؟ معناه إيه؟ أفعال مخصوصة، مخصوصة مفتتحة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم، يعني تعريفات على معنى من المعاني بيسمى في عرف الناس بالصلاة الشرعية، صح كده؟ نعم. ولها هيئة مخصوصة بتصرفات مخصوصة، فجعل علماء الفقه لفظ الصلاة لفظ له معنى، وضع علماء الفقه، جعل علماء الفقه لفظ الصلاة لمعنى معين، هيئة مخصوصة بكيفية مخصوصة مفتتحة بطريقة مخصوصة مفتتحة بطريقة مخصوصة، المعنى ده يفهم كل متشغل بالفقه أي من علماء هذا الطريق إذا أطلق لفظ الصلاة يفهم منه هذا المعنى. ولا في حد من علماء الفقه هيفهم من الصلاة الدعاء؟ مش معناه ولا استخدامه، ده هيفهم من الصلاة قد الهيئة دي. عارفين لفظ قياس معناه ايه؟ قياس معناه ايه؟ في اللغة ولا في علم الفقه الاصول ولا في علم المنطق؟ في اللغة قياس معناه تقدير او مساواة، يقول لك قاس الارض بالمتر، او تروح عند محل القماش يقول لك قاس الثوب بالمتر، يعني قدر الثوب بالمتر. فلما تستخدم الكلمة في مدلولات لغوية تأتي بمعنى التقدير، فوضع علماء اللغة كلمة قياس أو قاس بمعنى التقدير والمساواة. فلو جاء عالم لغة وهيستخدم الكلمة دي أو إنسان عربي فصيح هيستخدم الكلمة دي هيستخدمها بهذا الوضع. طب إحنا في علم الأصول معناه إيه؟ معناه مساواة فرع لأصل في علة أدى إلى مساواة فرع لأصل في الحكم، اللي هو مساواة الجديد للقديم في العلة تؤدي إلى المساواة في الحكم. الفكرة دي اللي هي استحضار حكم لصورة غائبة
الفكرة دي ده أسلوب شرعي أصولي علماء الأصول. فأي مشتغل من علم الأصول هيستعرض أو هتمر عليه كلمة قياس هتيجي عنده كلمة قياس لهذا المعنى، مش هتروح أبدا للتقدير أو للمساواة. طب علم المنطق القياس عند المناطقة غير القياس عند الأصوليين. القياس عند الأصوليين دايما في صورة محتاجة إلى حكم، دايما في صورة مفتقدة الحكم يبحث عنها المجتهد، في حين أن القياس عند المناطقة مقدمات تؤدي إلى نتائج، وسيلة من وسائل الاستدلال. يقول لك مقدمة صغرى مقدمة كبرى تؤدي إلى نتيجة، موضوع ومحمول موضوع ومحمول، احذف المحمول الأول مع الموضوع الثاني يخرج نتيجة من الموضوع الأول والمحمول الثاني. دي أسلوب منطقي. لو جبت كلمة قياس في الاصطلاح المنطقي لا تتوافق مع كلمة قياس في الاصطلاح الفقهي الأصولي، لا تتوافق مع كلمة قياس في الاصطلاح اللغوي، مع أن اللفظ واحد. وضعه العرفيين أهل العرف اللغوي للشيء، أهل العرف الأصولي للشيء، أهل العرف المنطقي لشيء. فهو إيه معنى الوضع؟ أن يجعل علماء فن معين لفظا معينا لمعنى معين يفهمه كل مشتغل من أهل هذا الوضع من هذا اللفظ، يفهم من كل مشتغل من هذا اللفظ هذا المعنى. ده معنى كلمة إيه؟ وضع. بس هو اشترط فيه قال لك إيه؟ وفي خلاف بين العلماء، هل يشترط مناسبة بين اللفظ والمعنى ولا لا يشترط؟ هل يشترط أن يكون هناك يعني ربط بين اللفظ والمعنى ده ولا لا يشترط؟ هو بيقول وإن لم يناسبه في الأصح، يعني بيرى أن الأصح عند جمهور العلماء أن الألفاظ توضع للدلالة على معاني وإن لم يكن هناك وجه شبه أو وجه مناسبة بين هذا اللفظ وهذا المعنى. دي عملية وضعية، اتفاق بين طائفة معينة سواء كانت لغوية أو شرعية أو عرفية. فيقول والوضع الشامل للغوي، وكلمة وضع يعني الشامل للغوي أو العرفي والشرعي، ما هو؟ قال جعل اللفظ دليل المعنى. طب لما يجعل اللفظ دليل المعنى قال لك يفهمه أي يفهم المعنى منه أي من اللفظ العارف لوضعه له. يبقى من كان من أهل الوضع اللغوي هيفهم هذا المعنى اللغوي من هذا اللفظ، من كان من أهل الوضع الشرعي هيفهم هذا المعنى الشرعي من هذا اللفظ، من كان من أهل الوضع المنطقي هيفهم هذا المعنى المنطقي من هذا اللفظ. لا نحتج علينا بأن مثلا الأصولي لو نظر في كتب المناطقة لن يفهم مراده، أيوة، لأن الأصولي هيبحث في غير فنه، فلازم يحاكم أهل الفن بمصطلحهم. لما باجي خاطب أهل فن معين من الأخطاء العلمية أن أنا أحاكمهم بمصطلحي أنا، وده حاكم أهل الفن بمصطلحهم، أحاكم أهل المذهب بمصطلحهم. تعرفين مثلا كلمة إمام معناها إيه؟ مصطلح. عند الشافعية لها معنى، عند المالكية لها معنى، عند الحنابلة لها معنى، عند الحنفية لها معنى. تخيل محقق مثلا هيحقق كتاب أصول فقه حنفي مثلا، ويأتي عندك كلمة وقال الإمام، هيترجم تحت للإمام على الإمام الرازي ولا إن الإمام أبي حنيفة ولا الإمام أحمد بن حنبل؟ لأنه من الخطأ أن يحكم على مصطلح أهل فن معين بمصطلحه هو. نحن بنتكلم في أهل الأصول مع اختلاف المذهب، فما بالك بقى لو سيبنا أهل الأصول كلهم وروحنا لأهل اللغة العربية. تعرفين كلمة كتاب؟ احنا في أهل الأصول نقول إيه؟ وهذا الحكم ثابت بالكتاب. ما معنى الكتاب؟ القرآن. وأهل العربية يقول لك وفي الكتاب كتاب سيبوي. كتاب إيه؟ هو لفظ واحد كتاب، لكن في عرف الشرعيين له معنى، في عرف اللغويين له معنى، لفظ وضعه أهل عرف لمعنى بحيث يفهم هذا المعنى من هذا اللفظ العارف بهذا الوضع. واضح الكلمة كده؟ قال وإن لم يناسبه في الأصحي، يعني لا تشترط وجود مناسبة بين اللفظ وبين المعنى. ليه لا تشترط؟ قال لأن اللفظ علامة على المعنى بطريق الوضع، يعني هكذا جعلوه. ما تقولش ليه سموا القرآن كتاب؟ طب ليه ما سموش السنة والقرآن كتاب؟ ليه سمى القرآن بس هو كتاب؟ المناسبة ايه؟ مش هتعرفها. قال لأن اللفظ علامة للمعنى بطريق الوضع، ولأن سبب تاني يعني، ولأن الموضوع للضدين
اللفظ الذي وضع لمعنيين ضدين كالجون، لفظ الجون موضوع لإيه؟ للأسود والأبيض، لا يناسبهما. يعني إيه المناسبة؟ كلمة جون معناها إيه؟ معناها اللون الأبيض أو اللون الأسود. طب أنا أفهم إنه يمشي على الأبيض، طب يمشي على الأسود إزاي؟ يعني إيه المناسبة؟ ما فيش مناسبة. عندك أي لفظ له معنيان، له إيه معنيان، فأنت تقول طب أنا أفهم مثلا إيه المناسبة اللي يمشي مع الاثنين دول، مع إنه دول ضدين. الأسودان هما إيه؟ التمر والماء. الماء أسود؟ لا، هو الماء أهو قدامك أهو. الأسودان معروف كده، ما هما؟ التمر والماء. طب التمر أحمر، التمر مش أسود. حد شاف بلح أسود؟ فيه اللي هو الرطب، لكن غالبه إما بني أو أحمر، والماء أسود. ما المناسبة؟ شوفها بيقول لك إيه؟ لا يش... وضع العرب كلمة الأسودان على التمر والماء، فصار أي عربي تقول له أجيب لك الأسودان معناه التمر والماء، أكلت الأسودين يفهم التمر والماء، صح كده؟ طيب ما المناسبة بين الأسودان والماء؟ ما المناسبة؟ يعني إيه وجه الشبه؟ إيه العلاقة؟ ما المناسبة بين، يعني قد نقول مثلا إيه؟ التمر فيه النوع أسود، ولا الأسود ماشي في الرطب تقريبا. طب الماء فين الأسود فيه؟ ما فيش وجه شبه. يقول لك ولا وإن لم يناسبه في الأصح. لماذا لم تشترط المناسبة؟ قال لأن عندنا ألفاظ موضوع لضدين يستحيل أن يكون مناسبا للضدين. واداني مثال، قال كالجون الموضوع للأسود والأبيض ولا يناسبهما، هذه المذهب الجمهور ولماذا لم يشترط المناسبة. قال واشترط عباد الصمير أحد علماء المعتزلة